الطبيعي هي ما كان عندها الاستعداد. فبلشنا بالمراجعة الأطباء. نسيت نوه لك إنه سبب مرضها هو المشفى، وسبب علاقتها هو المشفى. تنتين ولدوا خداج 1100 جرام الواحدة. أخذتهم على المستشفى بحطوهم بحاضنة واحدة نسيوا يحطوا الفيش وما في أكسجين كان بالحاضنة نهائيا. كانت هي زرقاء وهذيك عادية، هذيك رضعت هي ما رضعت. وهذا السبب ضل طول عمرها معاقب بسبب عدم اعتناء بالمشفى أو عدم حطوا الفيش بس هيك تاخذ أكسجين كفايتها. فصار عندها زرقاء ولادية، نقص أكسجين بالدماغ أدى إلى شلل الأطراف الأربعة. اجت جمعية أمل الغد مشكورة، تقريبا تبنتها البنت من ناحية المعالجة الفيزيائية ومن ناحية التعليم. على جوا فيزيائيا هلا صار عمرها 12 سنة ما بتمشي. لما تبنتها الجمعية بعتولي لعند طبيب ممتاز أخصائي بالعلاج الفيزيائي، شاف بواطن الضعف اللي فيها، شاف اللي ممكن تتحسنه لما لها قدراتها الداخلية قويت شوي، مشيت قويت معنويا طبعا، العلاج عدة أقسام قويت معنويا صارت تمشي الحمد لله. طبعا مشي مو طبيعي لكن الحمد لله مشيت وهذا بكفينا من الله. والدي أحمد ساعدني إنه يسجلني المشي، بيقول لي دايما إنه ما داني وبيت أحمد صديقي وأخ، يعني صديق وأخ، يعني فيني أحكي له كيف بدي أقول له، أحكي له كل شيء فيني. مثلاً هو صار ياخذني على المعالجة ويرجعني، يعني بتعذب فيني كتير. كمان بلبيني، يعني كيف بلبيني كل طلباتي، يعني انا كوني اخوها الصغير اللي اكبر مني بسنتين بلبي لها طلباتها. اخر هي فيها تنزل تلبي طلباتها لحالها، بس كل ما بدها شغله تنزل على المطار تبعتني تروح تاخذها على المعالج الفيزيائي. يعني معقوله بالمشي مساعدات بعطيها عمر بالمشي. بتشكل امل الغد اللي ساهمت في كل شيء، وبتمنى انها تصير يعني احسن. الحمد لله رب العالمين، انا بتشكر عدتها هالمرحله معاقه، يعني صارت مو معاقه، ما بعتبرها معاقه، بعتبرها يعني انسانه مثلها مثلنا. انه هالامل الكبير اللي اعطانا يا ربنا انه دائما نعتمد عليه، نقول الحمد لله على كل وقت وشكرا لكل من ساهم فيها عن جد وساعدها. انا بتشكركم، بشكر امل الغد والمدرسين والمعالجين لهم فضل كبير عليها. سبع شهور يعني وعانت مع الدكاترة، ما كان يمسك قليلتي الحليب منيح، مثلا هيك ايديه مسكرة، خطوا عند الطبيب قال لي عنده أذية عصبية، من دكتور لدكتور طلع ما عنده شلل دماغي. وتأقلمنا، تفاجأنا كتير أول طبعا أكيد، ومن دكتور لدكتور والحمد لله عالجنا علاج فيزيائي معهد كذا، أخذته على الأردن كمان للنطق وللشلل الدماغي، قعدنا هناك 9 أشهر ورجعنا والحمد لله أحسن. أحسن، كنت متخيلتي وصلي حياة لهالدرجة؟ عندي أمل دائما. عندك؟ حتى هلا عندي أمل يصير إن شاء الله. إن شاء الله أحسن. إيه. شو رأيك يا حياة؟ إيه. بتصير أحسن؟ إيه. طب هلا شو علاقتك بالكمبيوتر؟ قلي شلون تعرفت عليه؟ شلون أول مرة اشتغلت عليه؟ هاي. لحالك؟ بابا جنبك يعني؟ إيه. أول مرة أنت أول مرة اشتغلت عليه؟ يعني إيه. عندك حافز هيك لحالك عادي؟ إيه فولي. إيه. كان يطلع عند الجيران أول يشوفه. صار بده هو الكمبيوتر، يقول له بابا بابا بدي 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 بدي. جبنا له بعدين في أنسة من الأنسات قالتنا والله عملوا دورة عنده مرأة بهالشي. أخذناه عند الأستاذ بده يعطيه أول الدرس، قال ما شاء الله اللي بدي أعطيه شغله هو شغله ما شاء الله ما شاء الله. أعطاه توجيهات وما شاء الله حوله بنقل إملا، بدرس، برسم، حط أغاني أحيانا حسب ما مزاجه.
رأي في أمل غد عجبتها؟ إيه لك إنها تكبر أملها؟ إيه كتير؟ إيه إن شاء الله بغطيكم كلكم؟ إن شاء الله إن شاء الله والله يقدرهم على عمل الخير يا رب. طب انت شو رايك بفكره امل غد يعني هي كجمعيه انت حبتيها تكبر لامل غد؟ اي والله يا ريت والله ما قصرت والله ما قصرت صراحه هن يعني هلا بدي انا منك كامل غد يعني هي كفكره انت بتأيديها؟ انا بأيدها كثير وقدراني تعمل فرق. اي والله انا بأيدها جدا يعني كل فتره حتى بده شيء يحيى لازمه شيء يحيى صراحه يعني بدون مجامله. وعم بيبعتونا معالج على البيت انا عندي ديسك برقبتي كنت اخده انا كثير ما عاد فيني مره وقعت انا بالطريق هيك تضايقت لما قدروا يبعثوا لي المعالج على البيت ثلاث ايام بالاسبوع مره بعثوا ورانا قبل الغد مدام فريال بعد ما عملتي له طعيم. اي والله اخذته على اللوح لما كتب طرق لفي قالت لي كثير ممتازه. هلا قديش تحبيها لماما؟ كتير كتير يعني كنت لك قد ما حكيت لك ما بتصدق كتير 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 كتير. انت قديش توقعي هي بتحبك؟ والله انا توقع تحب لي قد الدنيا كلها وزيادة شوي انا حسن. الله يخليكم لبعض. احنا ما بنكافيها يعني من طلقة ام ما بنكافيها بنوب نوب نوب نوب. أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياة تسهر الأمال في طريقنا نحس بالأمان. أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان أنت أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك تخجلي أبدا لم تتململي يا شمعة دربي يا بلسم الزمان. أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان.